فيديو جديد من فيديوهاتي. انا معاكم لينا. النهارده هنروح فين وهنعمل ريفيو فين؟ النهارده هنروح العين السخنه. هنروح العين السخنه في منطقه انا ما كنتش اعرف ان المنطقه دي موجوده في مصر، اسمها المنطقه الصينيه. زي ما انتم شايفين هو اول ما هندخل المنطقه الصينيه دي في زي ميدان وعليه زي طوب كده ومكتوب عليه بالصيني. هندخل كمان المنطقه الصينيه دي مسمينها كل حاجه فيها اسمها تيدا، ف هندخل سويس إن أوتيل واسمه برضو تيدا أوتيل. ده في المنطقة الصينية، والمنطقة الصينية دي فيها حاجات كتيرة جدا جدا هنشوفها في الفيديوهات الجاية. فيها مدينة للديناصورات، أنا أول مرة أعرف إن في حاجة كده في مصر، وفي مدينة للألعاب جميلة جدا، وفي حاجات كتيرة، وفيها المطاعم الصينية وحاجات كتيرة جدا هنشوفها في الفيديوهات مع بعض. أنا كده دخلت سويس إن أوتيل في المنطقة الصينية في العين السخنة، هوريه لكم وهفرجكم عليه. وفعلا احنا اتبسطنا فيه جدا جدا لانه مريح لينا للكبار وكويس جدا ومسلي وامان للاولاد، والاكل فيه تحفه. فهفرجكم على كل حاجه. احنا كنا في الريسبشن ومتجهين كده ناحيه جزء البول، فباقي الفيديو هيبان برضو جزء من الريسبشن تاني. وعلى الشمال في اللي هي التويلتس بتاعه الريسبشن، وهنا متجهين كده ناحيه البول. في الاوض اللي بتبص على البول، وده الريستورانت برضو بيبص على البول، فبيبقى حلو جدا طبعا الصبح وبالليل وانتوا قاعدين بتاكلوا ان انتوا بتبقوا بتتفرجوا على منظر الميه. الريستورانت فيه جزء اندور وفي الجزء ده الاوتدور، الجزء الداخلي وده الجزء الخارجي. بالليل بيبقى حلو قوي لان بيبقى قدامه الحفله، فممكن تبقوا بتاكلوا وانتوا بتتفرجوا على الحفله او اولادكم يرقصوا فيها. ده الستيج اللي بيبقى عليه الحفله والاضاءه والموسيقى والاغاني. زي ما انتوا شايفين لسه هنشوف، ده الاوتيل واسع جدا، هوريكم حاجات حلوه يعني في منها ما شفتهاش في اوتيل تاني. موضوع الاوض هتشوفوه معايا، ده برضو منطقة اوتدور بالليل بتبقى حلوة قوي قدام الحفلة والستيج. طب وانتوا قاعدين براحتكم الاولاد عمالين يتنططوا ويرقصوا مع الانيميشن. ودي اماكن للاكل برضو، بيتزات وكده. هو طبعا الـ يعني الاقامة بتبقى شاملة فطار وعشاء، وكمان في معاها فري، اعرفوا الموضوع ده، في معاها فري بوينتس تلعبوا بيها فور فري في مدينة الالعاب اللي هي اللي جنب الاوتيل. ألعاب تحفة وهتلعبوا فيها فور فري، وحاجات بقى 4D و3D وحاجات جميلة هنشوفها مع بعض. ودي كده الأكوا بارك، حلوة ومسلية وأمان جدا للأطفال. بالنسبة للكبار هي يعني ايه متوسطة، مش اللي هو هتبقوا بقى الموضوع انترستنج بالنسبة لكم، لان هي يعني اكوا بارك هادية للأطفال. بصوا بقى الجزء اللي عجبني ده قوي في الأوتيل لأي حد معاه أطفال. لو حابين ممكن تاخدوا الاوض اللي في الجزء ده اللي هي الاوض للحد اللي معاه اطفال. بصوا بقى فكرتها ايه. اول حاجه الاوض كلها، بصوا انتوا هتنزلوا من السلم اولادكم هينزلوا من الزحليقه، اوكي؟ يعني بصوا الاولاد مثلا انتوا لو اوضتكم فوق بدل ما تمسكوا ايد الولد وتنزلوا بيه السلم، لا خلاص اتزحلق يا حبيبي وانتوا تنزلوا من السلم. دي اول حاجه عجبتني خالص. تاني حاجه الاوض قدامها مساحه واسعه جدا جدا، ما فيهاش لا كوريدورز ولا حاجات مستخبيه، بحيث ان ابنكم لو طلع من الاوضه تبقوا شايفينه. وكمان المساحه الواسعه دي فيها العاب حلوه جدا جدا للاطفال، ألعاب مسلية بتبقى مناسبة من سن سنة ولغاية مثلا نقول 3 سنين ونص أو 4 سنين. طبعا الزحاليق والحاجات اللي بتتهز اللي هي الحصانة اللي بتتهز، ودي الفتحة اللي على البول. فالديزاين اللي بره الأوضة عجبني جدا لأي حد مع أطفال. استنوا بقى لما ندخل الأوضة وتشوفوا الجمال. احنا كده داخلين من باب الأوضة اللي في الوش ده التويلت، وهندخل بقى كده الأوضة. شوفوا الاوضه ديزايند ازاي انها كلها حاجات رسومات اطفال، ده اللي هو الديم بتاع توي ستوري، بتاع فيلم توي ستوري. وكل اوضه ليها حكايه فيلم مختلفه، يعني لو دخلتوا الاوضه دي توي ستوري، دخلتوا الاوضه الثانيه سندريلا، دخلتوا كده، اوكي؟ وطبعا دي فاميلي روم، فبصوا بقى يعني عاملين حيطه في النص بس مفتوحه من الجنبين. على الناحية اليمين دي LCD وفي ظهرها LCD، ومن هنا سرير ومن هنا سرير، بحيث ان طبعا اللي معاه اطفال مش بيعرف لا يقعد في اوضة ويقفل الباب ولا اي حاجة، هو اوريدي بيبقى مفتوح على بعض، بس برضو يبقى كل حد ليه السبيس بتاعه. والاوضة كلها بصوا الالوان المفرحة،
يعني تخلي الاولاد مش عايزين يخرجوا من الاوضه وكده. في اتنين LCD، LCD ناحيه الجزء اللي فيه الاطفال، والCD الناحيه التانية ناحيه الجزء اللي فيه الكبار. الاوضه نظيفه جدا جدا واسعه، وفي دولاب كمان على اليمين ومنشر، وده التويلت شوفوا واسع قد ايه. طبعا مجهزة بكل حاجة، فيها كل حاجة تتخيلوها، وده الشاور والتويلت والدولاب على اليمين، وكمان في منشر. نطلع بقى لجزء الاوضه التاني، لو انتم مش معاكم اطفال اقعدوا بقى في الجزء التاني اللي بيبص على البول اللي هو ده، هيبقى لذيذ جدا تبقوا شايفين منظر البول. طبعا مش هيبقى عملي بالنسبه لكم انكم تقعدوا في الاوضه اللي فيها رسومات وتطلعوا على الالعاب وكده، فهيبقى حلو ان انتم تقعدوا اختاروا الاوض اللي بص على البول. وطبعا ما تنسوش تاخدوا البوينتس اللي فور فري للالعاب دي، تنفع للكبار لغايه سن 90 سنه، ما تنسوش ما تحسبوش انها للاطفال بس، البوينتس اللي فور فري لمدينه الالعاب اللي جنب الاوتيل. الاكوا بارك اهي بقى بالتفصيل، فيها كل الالعاب المناسبه للاطفال، ويعني هي امنه سيف جدا الصراحه للاطفال، ما فيهاش اي حاجه توتركم لو انتوا سايبين اطفالكم او كده، وكبيره وحلوه ولذيذه، والاوتيل نظيف، وفي انيميشن كمان بيفضل يلعب الاطفال فولي في عند الاكوا بارك ويخليهم يرقصوا. ده كان بقى اول ما جينا، وبعدين حطينا شنط ورحنا بقى نشوف نستكشف الحاجات اللي جنب الاوتيل في المنطقه الصينيه، لان احنا طبعا عندنا حاجات نقدر ندخل بيها، نقدر ندخل بيها تيدا فان فالي، هي دي اللي بقول لكم عليها، فيها العاب خرافيه وحاجات بقى تقدروا ان انتوا تتصوروا جنبها صور جميله جدا. بصوا مهتمين بيها قد ايه، والالعاب جوه طبعا ده هيبقى فيديو مفصل للالعاب جوه وبالبوينتس اللي انتوا تقدروا تاخدوها والالعاب اللي انتوا تلعبوها، ده هيبقى فيديو مختلف تاني هو، وكمان اللي هتشوفوه دلوقتي اللي هو مدينه الديناصورات. بصوا الحاجات اللي تقدروا تتصوروا جنبها بمجسمات بقى طبيعيه بالحجم الكبير، ودي مدينه الديناصورات، هياكل الديناصورات بالحجم الطبيعي يعني قد البني ادمين 5-6 مرات، ده برضو هيبقى فيديو منفصل هتشوفوه معايا. خلصنا بقى اللف كله وتصوير الفيديوهات هناك، ورحنا عشان العشاء. الريستورانت حلو جدا جدا ونظيف، وفيه كل الفرايتي بتاعت الاكل، في لحوم وفراخ وسلطات وعيش ورز ومكرونات، كل حاجه انتوا تتخيلوها، ما فيش الصراحه ايتم كان ناقص. وطبعا بيبقى اوبن بوفيه بتاخدوا براحتكم، وزي ما قلنا هما بيبقوا وجبتين، العشاء اللي هو ده والفطار برضو هتشوفوه معايا في باقي الفيديو. كل انواع السلطات زي ما انتم شايفين ازاي، طحينات وبنجر وسلطه خضراء، كله كله، وبابا غنوج وكول سلو، وايفن العيش. بصوا في المخبوزات حتى في العشاء، كل انواع المخبوزات مش بس الفطار، والديزرتس طبعا الحلويات، كل انواع التورت والجاتوهات. دي بقى كانت اطباقنا، كنا متقلين شويه في الاكل علشان ده كان يوم السفر، فالواحد كان جاي بقى مهدود وتعبان جدا. فقالوا لنا بقى ان بعد العشاء في الحفله شغاله بره، اتعشينا بقى واخدنا راحتنا، وبعدين بعد كده هنطلع بقى، ده الريستورانت اهو من جوه، جميل طبعا وإليجنت وهادي، وهو مش زحمه، لكن هو زحمه بيبقى مزعج شويه. بصوا اهو البول بقى بره الريستورانت، واحنا دلوقتي رايحين متجهين على الحفله بتاعت بالليل. بقى زي ما انتم شايفين الانيميشن، اول جزء في الحفله بيبقى للاطفال، وبعد كده جزء بقى بيبقى مسابقات للكبار، واحنا كده قاعدين في جزء الاوتدور بتاع الريستورانت بالليل وبنتفرج على الحفله. نيجي بقى صحينا الصبح رايحين نفطر، بصوا منظر البول بقى على الريستورانت قد ايه جميل ومريح للاعصاب، والفطار فيه كل حاجه تتخيلوها، الجبن بكل انواعها، جبنه رومي، جبنه شادر، جبنه بيضة، جبنه قريش، السلطات، الهوت دوج، الفلافل او الطعميه، الفول،
البيض بأنواعه، أومليت ومسلوق. خلصنا الفطار بقى ومستنيين الباص بيجي بمواعيد معينة علشان نروح البيتش بتاع الأوتيل. طبعا البيتش او بحر العين السخنه معروف انه قد ايه بحر بيبقى دافي وهادي، ما فيهوش بقى الامواج بتاعه اسكندريه. انا طبعا انتوا عارفين انا اسكندريه متعوده بقى على البحر الدوشه اللي فيه موج وكده. لا، بحر العين السخنه طبعا معروف انه هادي. احنا اهو راكبين الباص وماشيين من الاوتيل بقى، بس خلي بالكم المسافه طويله قوي 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 من الاوتيل للبيتش. هما واخدين اوتيل بعيد عن البيتش شويه، حوالي تلت ساعه مثلا بالباص، تلت ساعه او نص ساعه بالباص. والصراحه الطريق ما يعني كان مرجرج قوي، بس وصلنا البيتش نسينا كل الصراحه القعده في الباص. البيتش تحفه، الرمله زي ما انتم شايفين ناعمه قد ايه، والبحر هادي عامل زي الحصيره ودافي، الواحد ما كانش عايز يطلع. وشوفوا بقى المنظر، يعني تبقوا في البحر وحواليكوا الجبل كده، بجد تحفه تحفه. رجعنا بقى لقينا الاوضه عاملين لنا فيها البطه اللي بالفوط دي، والاوضه طبعا حلوه جدا جدا للاطفال وهم قاعدين فيها ينشغلوا بالرسومات وبالنظافه وبالشياكه اللي فيها والال سي دي. كانت صراحة رحلة حلوة، وصراحة أنا برشح الأوتيل ده. وده بقى المطعم الصيني برضو في المنطقة الصينية جنبه، عملت لكم بيه فيديو هسيبه لكم برضو في آخر الفيديو ده تشوفوه، هتشوفوا كل الاختراعات والحاجات بقى اللي في المطعم الصيني، والصينيين بنفسهم وهم موجودين في الفيديو وبيعملوا الأكل وبيعملوا كل حاجة. وكمان الفيديو الجاي هوريكم بقى ديناصورات بأحجامها الطبيعية، والفيديو كامل بتاعها بجد هتنبهروا ان في حاجة كده في مصر، والأصوات الطبيعية هتنبهروا بجد. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك للفيديو عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي حالا دوسوا على زرار اشتراك وفعلوا زرار الجرس اللي جنبه علشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. ما تنسوش اللايك ضروري. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.